اجتمع وزير الداخليه محمود توفيق مع مساعد الوزير وعدد من القيادات الامنيه بمواقعها عبر تقنيه الفيديو كونفرنس لاستعراض استراتيجيه العمل الامني خلال المرحله الحاليه ومتابعه خطه تامين مؤتمر المناخ المقرر عقده بمدينه شرم الشيخ اجتمع السيد محمود توفيق وزير الداخليه مع مساعد الوزير وعدد من القيادات الامنيه بمواقعها عبر تقنيه الفيديو كونفرنس لاستعراض استراتيجيه العمل الامني خلال المرحله الحاليه ومتابعه خطط تامين مؤتمر المناخ المقرر عقده بمدينه شرم الشيخ في بدايه الاجتماع اعرب السيد وزير الداخليه عن تقديره للجهود التي يبذلها رجال الشرطه في شتى مجالات العمل الامني والتي اصفرت عن تحقيق العديد من النجاحات مشيرا سيادته الى حاله الاستقرار الامني على كافه الاصعده رغم التحديات الناجمه عن المتغيرات التي تشهدها الساحه العالميه والتي اثرت بصوره مباشره على اقتصاديات الدول، كما شدد سيادته على ضروره مواصله الجهود الامنيه لفرض الرقابه على الاسواق وضبط كافه صور الجرائم التمونيه، واستمرار المبادرات الاجتماعيه الهادفه لتوفير السلع الاستراتيجيه باسعار مناسبه، في اطار التكافل مع المواطنين ورفع الاعباء عنهم. وتابع السيد الوزير عبر الفيديو كونفرانس محاور الخطه الامنيه لتامين مؤتمر المناخ بمدينه شرم الشيخ. موجها سيادته على ضروره التواجد الامني الميداني في اطار تنفيذ بنود الخطه على الوجه الامثل، فضلا عن اتخاذ كافه التدابير الامنيه ورفع اعلى درجات الحذر واليقظه، وامتداد الاجراءات التامينيه لكافه محافظات الجمهوريه، لتحقيق استمرار حاله الاستقرار الامني. وفي نهايه الاجتماع، اكد السيد وزير الداخليه على اهميه مراعاه البعد الانساني لدى التعامل مع المواطنين، أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية والتصدي الحاسم لكل ما يمس أمن وسلامة الوطن والمواطنين وفقا للاطر القانونيه معربا عن ثقته في رجال الشرطه وقدرتهم على تنفيذ المهام المكله اليهم